سائل يسأل: إذا صليت المغرب والعشاء كيف أصلي العشاء قصرا مع جماعة؟ هل أسلم أم أنتظر الإمام في الركعة الرابعة؟ نعم. يقول: إذا صليت المغرب والعشاء كيف أصلي العشاء قصرا مع جماعة؟ هل أسلم أم أنتظر الإمام في الركعة الرابعة؟ إذا صليت مع الإمام يلزمك الإتمام، يلزمك الإتمام مع الإمام، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا كنت مسافرا وصليت مع من يتم الصلاة يلزمك الإتمام ولا تقصر خلف الإمام. نعم.